السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديفي، ولو مع أسهل مقدمة حول وصف مدينة جزائرية انتخوديكسيون سيغ لا ديسكريبسيون دون فيل الجيريان كان خيامني مويا. L'île est une très belle ville côtière algérienne qui se situe au nord-est de l'Algérie. Personnellement, je trouve qu'elle est l'une des meilleures villes de l'Algérie. L'île Medina Sahelia Jazairia, Takafi Shamal Sharq Jazair. شخصيا أرى أنها من أفضل المدن في الجزائر. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.